ضيفنا اليوم هو رجل المبادرات الاجتماعية دون منازع. برغم صغر سنه إلا أن بصماته في هذا المجال هي حديث السعودية والسعوديين طوال السنوات الثلاث الماضية. يحمل ضيفنا بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة الملك عبد العزيز في جدة وشهادة ماجستير في إدارة الجودة الاستراتيجية من المملكة المتحدة. هو محاضر في جامعة العلوم والتكنولوجيا في جدة ومدرب معتمد لدى أكاديمية التدريب والتطوير ورئيس مجلس إدارة شركات قطرات الخير. هو بكل جدارة رجل المبادرات التطوعية، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، شرفتنا وأسعدتنا بوجودك معنا في برنامج الرواد فقط، أهلا وسهلا بك. أهلا فيك وشكرا على الاستضافة وأشكركم على الدعوة. سمو الأمير، لماذا دخلت مجال المبادرات التطوعية؟ هل هو شغف في نفسكم أم يعني مسؤولية معينة تجاه المجتمع؟ بسم الله. والله يمكن تكون في البداية، يمكن يكون القدوة له يعني يمكن تأثير أكثر، لأنه يمكن كنت أشوف الوالد والوالدة في المجال يمكن لهم مبادرات أو إسهامات، فيمكن في البداية كانت يعني يمكن من على مبدأ القدوة. لكن بعد ما دخلت المجال صراحة إحساس الإنجاز فيه صراحة ما يقارن شيء ثاني، لو يعني حالة رضا بعد يعني في تعاملاته كلها صراحة ما تلقاها في أي الريورد فيها، ما هم ما في أي شيء ثاني صراحة. سمو الأمير، إنشاء الجمعيات في المملكة هل يخضع لي بروسيجر معين، وما المعنى بموضوع جمعيات النوعية؟ طبعا أكيد له بروسيجر يعني حكومي معين، لأنه تحت إشراف الوزارة اللي وزارة اللي صار في دمج بين وزارات الحين، بين وزارة الموارد ووزارة كان الشؤون الاجتماعية. فلو خطوات طبعا سابقا يمكن كانت أسهل من الحين، بحيث أنه كان يعتبر عمل تطوعي وفعل خير، فكان المجال مفتوح أكثر والتقنين فيه أقل. الحين يمكن القوانين نظمت بالذات مع وجود الرؤية، لأنه جزء كبير من الرؤية طبعا يهتم بالتطوع والأعمال التطوعية والجمعيات الخيرية، فيمكن التنظيم الحين أفضل من أول كثير على الجمعيات عموما. الحوكمة عالية الحين وصارت من الأساسيات الموجودة، يعني اتجهت للمؤسساتية أكثر من الجهود الفردية. أما من ناحية الجمعيات النوعية يمكن هي اللي لسه بدي يشملها شوية تطوير الحين، لأنه عندنا مشكلة المراجع. يعني بعض الجمعيات مثل الجمعيات اللي لها تخصصات طبية مثلا أو مرجعية طبية وبعضها مرجعية هندسية، لا تزال عندها مشكلة في المرجعية، لسه ما ربطت بوزارتها مباشرة رغم التعاون الموجود. يعني سمو الأمير، جوابك هذا فتح لي المجال بأن أسأل عن رؤية 2030. برأيك قديش غيرت من حياة السعوديين، وأنت يعني من العائلة المالكة كيف تشعر بهذا التحسن أو بهذا التغير؟ والله لعل أي أحد يكون متواجد في السعودية في الفترة هذه أو من بداية الرؤية الآن يرى التسارع صراحة الكبير في التطور صراحة. أنا أتكلم لك على الخدمات، على الإجراءات الحكومية، على يعني في بداية الرؤية صراحة الواحد كان يشوف الطموح كبير جدا ويقول إن الوقت صحيح يمكن يمتد إلى 2030 لنوصل، لكن صراحة التسارع اللي ساير والخدمات المبهرة اللي قاعد تصير في الفترة هذه، أتكلم أنا على خدمات حكومية، خدمات تعاملات مبدئيا غير الأشياء الأخرى صراحة، فيها تسارع قوي جدا صراحة، يعني يبعث تفاؤل كبير على أنها تكون يعني المستقبل، يمكن كمان نوصل إلى جزء كبير من الرؤية قبل وصول التاريخ الموجود. ممتاز. سمو الأمير، كيف تشرح عبارتك العمل الاجتماعي خصب وتجربتي في العمل الاجتماعي غنية بالرجال المخلصين؟ والله أنا أتكلم طبعاً على المجال الشخصي، يعني علي أنا صراحةً في مسيرتي أو في خبرتي في هالمجال دائماً الحمد لله كنت أوفق بناس يكون لهم الخبرة ومدون يدلعون لي طبعاً كوني قليل الخبرة في البداية فيه. يعني طبعاً المجال هذا مجال تحالفات بصراحة، ما هو مجال يعتمد فيه كل جهة لحالة، يعني مجال تكاملي. إذا ما كان في تعاون أو تحالفات بين الجمعيات والأخرى أو استفادة من الخبرات، ما في تقدم.
فطبعا احنا عندنا نقله نوعيه كمان في الفتره الاخيره في الفكر التطوعي وفي خلينا نقول في العدد، لانه كمان الجيل الشاب عندنا نسبته عاليه. فهناك يعني هناك طفره في اتكلم في العدد وطفره في الوعي. فاستغلالها يحتاج الى ربطها بالخبره. هنا ياتي دور الناس اللي لهم خبره يعني سابقا او غيره، بحيث انهم يوقفون مثل ما وقف معي انا عدد كثير ووصلوني يعني لاني افهم اقل شيء المجال كيف اتعامل معه، اتجنب الاخطاء. فاتوقع يعني كثير مننا في حاجه الشيء. طبعا يعني مثال يعني لمو للحصر يعني، لكن يمكن اللي له تاثير اكبر انا بالنسبه لي اللي هو الشيخ عبد العزيز ابو حسين ابو محمد. الشيخ عبد العزيز بن حسين اسف ابو محمد هو اللي يمكن نقلني انا نقله نوعيه في المجال. هو رائد كبير في مجال العمل التطوعي. طيب هل أفهم منك سمو الأمير أن كان هناك حالة رفض بالعمل بين الجمعيات بين بعضها وتم حل هذه المسألة اليوم؟ لا هو ما هو رفض، ولكن المجال الخيري عندنا كان يعتمد على أشخاص متطوعين. فدائما اللي ينهمك في المجال الخيري طبعا غالبا ما يكون اهتمامه ما هو مادي، فيكون يعني منهمك في المجال بحيث انه ما ينظر لا يمين ولا يسار، يعني لا يكون عنده مثلا جناح اعلامي يبرز هو مثلا ايش يكون، ولا عنده فكره عن الجمعيات الموازيه اللي تكون شغاله نفس شغله. على كذا انه في جمعيات كثير انحصر شغلها رغم انه عندها خبرات عاليه وعندها تاريخ كبير، فما كانت تعرف انه في اكثر من جمعيه تقدر تستفيد منها. فهذه الاشكاليه اللي كانت تواجهنا اول، لكن الحين حلت يمكن بوجود يعني داتا بيس عالي للجمعيات، في تعاون كبير بين الوزارات والجهات الحكوميه باثار يعني الحاجه لهذا الشيء. سمو الامير، ما معنى الوجاهه في العمل الاجتماعي؟ هل هذه ظاهره معينه ام ماذا؟ لا بدي اتوقع الوجاهه يعني عباره عن يعني قد تخدم اساسيا في الترويج مثلا للعمل الجمعيه هذه او اظهارها مثلا، او قد يكون احيانا في تسهيل الصعوبات. يعني مثلا اتكلم انا عن نفسي، يعني كنت قدر ما استطيع اذا دعيت الجمعيه او شيء اني احاول اني اوصل مثلا يعني سواء الافتتاح او العمل القائم او الاحتفال اللي هم يسوونه لاكبر عدد ممكن، سواء من المعارف او غيره. طبعا برضو الاستعانه بكثير من المسؤولين او الوزراء او غيره للتسهيل مثلا لتوصيل الصوره واظهار اهميه الخدمه التي تقدم، لتسهيل يعني لإلقاء الضوء على الحاجات الموجوده للجمعيه. سمو الأمير، هناك جمعيات كثيرة تنضوي تحت إرشادك أو تحت تأسيسك، هل لنا أن نعرف ما هي جمعية الأيادي الحرفية وما هي فكرتها؟ وأيضا هناك جمعية إرشادي. بالنسبة للأيادي الحرفية هي جمعية رائدة صراحة وقديمة، يعني من أوائل الجمعيات في المملكة. هي يعني لست تنحصر، ولكن جهودها غالبيتها في منطقة مكة المكرمة. هي جمعية تهتم بالأسر المنتجة وبالحرف بجميع مجالاتها، يعني نتكلم لك على نتكلم من الفن التشكيلي إلى حتى الخدمات اللي هي اللي يسمونها خدمات اللي هي الطهي أو غيره، يعني في جميع المجال الحرفي اللي يدوم. طبعا هدف الجمعية هو التدريب والتأهيل طبعا تحت رؤية أو فكرة معينة، هي فكرة الإتقان، بحيث أنه يكون المنتج الذي يصل إليه المستفيد يكون بجودة عالية يستطيع منافسة المنتجات الأخرى الموجودة في السوق، يعني بحيث أنه المستفيد أو المتدرب عندنا أو يتخرج أو يوظف بحيث انه عنده جوده عاليه يستطيع انه يستمر، اما بانشاء يعني عمل خاص به متناهي الصغر او الوصول الى وظيفه معينه. طبعا يعني الحمد لله احنا واصلين لحد عالي فيها الحمد لله، ولا زلنا الحين في تطور الحمد لله. وانا صراحه انا ماني رايد ولا قطع حكيك، انا عندنا كمان فكرة رائدة استحدثناها يمكن ما كانت موجودة قبل. احنا سوينا مجلس تطوعي استشاري مستقل انا رأسه، يكون فيه مجموعة من الاستشاريين جميع المجالات كل حسب خبرته يدعمون الجمعية في المجال. نعم. سمو الأمير، هل صحيح انك قلت مجتمعنا ظالم للأسر المنتجة، وما ما المقصود من هذا الكلام؟
هو يمكن ما هو بالسياق هذا، لكن اقصد الفكره طبعا الحين تغيرت الفكره، الفكره سابقا عن الاسر المنتجه كانت يشوبها نوع من سوء الفهم. يعني الجميع يرى أن الاسره المنتجه دائما تقدم منتجات عاديه باسعار غاليه او عاليه، فما الفائده منها اكثر. يعني كان الفكر كانها مجرد دعم او صدقه فقط. طبعا الفتره الاخيره وان شاء الله نكون ساهمنا احنا في المجال لتغيير الفكره هذه، ان المنتجات اللي تخرج منتجات منافسه. في السابق مثل ما قلت لك اول، وجود عدم وجود تضافر الجهود، الاسره المنتجه كانت لها فرصه وحيده مثلا انها تعرض منتجها باعلى سعر بحيث انه يغطي نفقاتها للسنه كامله. نعم. فما في استمراريه، كانت فرصتها الوحيده. فالحين تغيرت الاوضاع، لا صارت في جهات تدعم وتفتح منافذ بيع وغيره. طيب سمو الأمير، في محور آخر سأتناول المبادرات الخاصة والنشاطات التي قمتم بها في الفترة الأخيرة. قلت في إحدى المناسبات يشرفني بأن أكون مشاركة في المخيم الكشف الوطني الإلكتروني الذي يهدف إلى نشر الفكر التطوعي الكشفي عن بعد وهو تنمية الولاء والانتماء للوطن. هل هناك دور كبير وعظيم للكشافة ومشاركة مع العمل التطوعي؟ ما العلاقة الحقيقية بينهما أو الترابط؟ ما في شك. أول شيء أنا أحب أنوه بشيء، أن الكشافة العربية السعودية والكشافة عامة قد تكون مظلومة إعلاميا جدا. الجهود التي يقومون فيها هي جهود عظيمة صراحة، يعني لا تقدر بثمن في إعانة الجهات المستفيدة في الدولة وبإعانة المستفيدين. يعني للمثال فقط، الكشافة العربية السعودية هي من الجهات الرائدة منذ تأسيسها، وكمان يمكن أحب أضيف شيء معين، أنه ترى تؤسست على يد المغفور لها الملك عبد العزيز، وهذا شيء يمكن ما حد يعرفه، أنه من الدول الأولى في تأسيس الجهات الكشفية المملكة العربية السعودية. فدعمها في أوقات الحج والعمرة وفي المناسبات الكبيرة اللي فيها حشود يعني له ذكر حتى خارج المملكة. طبعا من أحد أعضائها اللي هو الرئيس الفخري لها اللي هو ملك السويد، في أكثر من موقف يعني كان يشيد بها إشادة كبيرة يعني بالجمعية الكشفية العربية السعودية. طبعا أنا أتقدم شكري هنا برضو للمعالي وزير التعليم والنائبه اللي هم رؤساء الجمعية الكشفية السعودية، الأستاذ دكتور عبد الله الفهد، اللي صراحة جهودهم وجهود الأستاذ الدكتور عبد الله بالذات صراحة لا تذكر، فهم يستحقون الإشادة. فهي جهود كبيرة جدا وسباقين للعمل في هذا، والقدوة للكثير من الخارج. ما هو دور الكشافة سمو الأمير وفي مشاركتهم بموسم الحج؟ قلت عنه أنه يجدون القيام بعمل متميز وناجح جدا. والله دورهم يعني لا يحدد، يبدأ من التنظيم إلى الإعانة إلى المساعدات الطبية إلى يعني كل القطاعات اللي موجودة في وقت الحج، متضافرة حكومية أو غير حكومية، تجد معها مجموعة كبيرة من الكشافة داعمين. بعض القطاعات تقوم الكشافة بالدعم بالفعل الميداني، يعني تكون هي الوكيل الميداني له. فيعني صراحة نحتاج إلى مادة إعلامية دسمة تظهر جهود الكشافة على هذا المستوى. سمو الأمير، مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام تهدف لعقد الشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص والمؤسسات الاجتماعية. أنتم لكم علاقة كبيرة في هذه المؤسسة، حدثنا عن جهودك بهذا المجال وهذا الإطار. والله هو كثير من المؤسسات اللي أنا متشارك معها صراحة يعني دائما يسعدوني بدعوتهم، ويعني يعتبر شريك قد أكون غير رسمي يعني في بعض الجمعيات. لكن نتكلم عن أخاء، هي جمعية كما تعرفين تعني بالاهتمام بالأيتام، ولها صراحة جهود كبيرة، ولا زال أقول يعني أنا ما ودي أني صراحة أن أكثر المدح، لكن أمانة أنا الحق قال جمعيات فترة يعني جمعيات الأخيرة في رعاية الأيتام في المملكة لها دور كبير جدا، برضو أرجع أقول لا يعطى حقها إعلاميا. هي يعني يمكن من الجمعيات برضو المظلومة إعلاميا عندنا، لكن في جهود جبارة. الأشخاص مثل ما قلت لك لا يبحثون عن الإعلام، يعني يعملون بصمت ربما. سمو الأمير، قبل فترة احتفيتم ب 300 يتيم في أمسية رمضانية تجسدت فيها معاني الإنسانية والرحمة والتكافل بجدة ضمن فعالية يوم اليتيم. اهتمامكم بهذا الإطار كيف تشرحونه لنا؟ وهل من مبادرات جديدة أيضا تختص بالأيتام وبأحوالهم؟
ما في شيء طبعا. برضو انا الحمد لله انه اقول لك الدعم اللي يجي من بعض الناس او الشراكات اللي توضع، يعني استغل الفرصه لاشكر كمان جهه اعلاميه كبيره وهي مؤسسه عكاظ الاعلاميه، جريده عكاظ والجهات الاخرى المنضمه اليها. كان فتره من الفترات بيننا شراكه في التكريم او الاحتفالات السنويه، سواء للأيتام أو ذوي الهمم أو كذا جهة أخرى. فهذه من ضمن المناسبات اللي كانوا هم قائمين فيها ومهتمين فيها، يبذلون جهود لإقامتها سنويا. طبعا وهي صراحة من أحب المناسبات لقلبي أنا بالنسبة لي صراحة، لأنها يعني سعادة غامرة فيها صراحة للجميع. فالاهتمام صراحة من هذه الجهات وجهات القادرة في هالمجال مطلوب ومشكور صراحة. سمو الأمير، اعتدنا أن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الخيري هو مبادر دائما في مساعدة المناطق المنكوبة في العالم العربي وأيضا في العالم. كيف تنظرون إلى هذا العمل التطوعي عن نشأة هذه المبادرات؟ كيف تشرحونها بالتحديد؟ طبعا يعني احنا تعودنا منذ صغرنا يعني على أن الالتزام المملكة العربية السعودية ما هو الأدبي فقط، بل تحس أن التزام إلزامي وإحساس بالمسؤولية تجاه الأخوة والأصدقاء صراحة في العالم، لدرجة أنه مثل الشيء المؤصل حتى في المجتمع السعودي، فما نستغربه يعني من البداية. لكن طبعا الجهد الذي يقومون فيه صراحة يعني كبير جدا، وأنا شخصيا سعدت بإظهاره الإعلامي في الفترة الأخيرة، لأنه يمكن الجهد على مدار السنين اللي راحت في كثير منها لم يذكر إعلاميا، وأدى إلى استغلال جهات معينة، إلى ماني قايل أنا محاولة إخفاءه أو نسبه إلى أطرافه. وطبعا وأنت أدرى يعني مني في الوضع العالمي حاليا. فيعني صراحة التوجه الإعلامي السعودي الفترة الأخيرة بالذات فيما يخص، أنا أتكلم فيما يخص البرنامج، صراحة فيه نقلة كبيرة صراحة، أتمنى أنها تستمر وتتحسن. والميزة أنه الفترة الأخيرة كمان بدينا ننتقل من مرحلة الدعم مثلا المباشر أو لتوكيل جهة معينة أنها تنفذ، إلى الدعم الاستراتيجي الذي يشرف عليه من قبل الجهة الداعمة، وهذا الأفضل طبعا عشان يعني يظهر بالنتائج المرجوة. سمو الأمير، أيضا تميزت المملكة العربية السعودية بطرق حضارية متقدمة وفي معالجة أزمة كورونا، وخاصة أيضا في الآونة الأخيرة بتأمين اللقاح وتنظيم المجال اللوجستي في هذا المجال. كيف يمكن التعليق هنا على معالجة الحكومة السعودية لأزمة كورونا؟ والله يعني انا يمكن اقول كلمه بس ما قايلها صراحه، لاني انا اعتبر يعني مواطن سعودي بصراحه، لكن يعني لا اتمنى اني كنت في اي مكان في العالم في وقت الجائحه غير المملكه العربيه السعوديه بصراحه انا عن نفسي. لانه صراحه المملكه الحمد لله حطت همها الاول المواطن قبل الاقتصاد، قبل اي اعتبارات سياسيه او اقتصاديه اخرى، بغض النظر عن النتائج التي الاقتصاديه او غيرها التي تقوم بعد انتهاء الازمه، وهذا ما شفناه. يعني الحمد لله وشكر الله احنا لازلنا لم نتعدى عدد مثلا كبير، رغم ان بعض الدول وصلت لمئات الالاف. الحمد لله بدينا نحصر المرض عندنا، الوباء يعني في اعداد تقل عن المئة بالفتره الاخيره الحمد لله، رغم انه هناك انتشار لموجه ثانيه في العالم كله. فيعني الحمد لله اثبتت صراحه الدوله انها ذات نظره يعني عالية وممتازة فيما يخص هذا المجال، بالإضافة إلى صراحة الوعي المجتمع اللي يعني تفوق على وعي مجتمعات كانت تتوقع من نفسها أنها عالية الوعي جدا. يعني الحمد لله وشكرا صراحة في ظل هذه الأزمة، يعني الحمد لله وشكرا أننا موجودين في الوطن في هذا الوقت. سمو الأمير، من يتابع موقعكم على تويتر يشهد مواقف لكم عديدة، من حأختار موقف واحد بس من هذه المواقف حتى ما أخذ كتير من وقتك. بتقول: لا يفاجئني التسابق الغريب من بعض من يسمون أنفسهم مشاهير السوشيال ميديا لمخالفة الأنظمة والتصوير الغريب لأنشطتهم، والذي لا يظهر سوى عقولهم الخاوية. والمؤسف أكثر عدد متابعينهم متأثرين بهم، يعني عندهم بيز عريضة من المتابعين. أي إنسان تقول يصل للشهرة بإظهار التفاهة والتهريج؟ ألم تكن متوقعا بذلك سمو الأمير؟ يعني
هل فينا نقول هناك انحدار نوعا ما في بعض جوانب المجتمعية في مجتمعاتنا العربية أو الغربية حتى؟ أنا أول شيء أبغى أؤكد على أنه هذا رأي شخصي، يعني أنا منظوري الشخصي صراحة فيه. طبعا الكل عارف أنه إحنا في فترة أصبح السوشيال ميديا يمكن هو اللي في الواجهة، أو حتى وسيلة التواصل أحيانا حتى بين الأسر، فهو الواجهة التواصلية الأولى والأخيرة الحين. فلا شك أنه في مثل هالأشياء لما يطلع شيء جديد هناك الإيجابيات والسلبيات. طبعا من السلبيات صراحه اللي نواجهها احنا في المجتمع اتوقع العربي واكيد العالمي، يعني لكن نتكلم عن مجتمعنا احنا، وجود اشخاص قد يكونوا بين ثلاث فئات، اما شخص لديه نقص معين يريد ان يعني يعوضه في هذه الناحيه، او شخص ليس لديه القدره العقليه او العلميه او الثقافيه لانه يوصل معلومه لكن فتحت له مساحه، او شخص فعلا يبغى يوصل فكره او شيء ممتاز او محتوى ممتاز. للاسف الاخير هو في اخر اللسته، اخر يعني اقل ظهور. طبعا لا شك انهم اثروا على مجتمعنا حتى صحيا، يعني يمكن لو شفتوا في الفتره الاخيره في كثير منهم روجوا المنتجات سببت مشاكل. فطبعا ربطها يعني انا احث الطرفين، الطرف الاعلامي اللي يشوف نفسه مؤثر اعلاميا انه يعني يدرس ظهوره ويعرف انه في كثير يتاثرون منهم من الفئات العمريه الصغار والكبار. والجانب الآخر أنه يفلتر، ما يكون كل من أعطاك معلومة أو كل من ظهر أو أضحكك في وقت معين أنه يكون له مجال أنه يأثر عليك أو ترفع من قدره بما لا يستحق. طبعاً لأنه مثروا حتى صراحة في صورة بعض بلداننا للعالم وسووا مشاكل بين، يعني بعض الكلام يمكن أنت أدرى بعض الكلمات تطلع تسوي مشاكل بين مجموعات أو فات في بلدان مختلفة. فيعني اتمنى انا بس من الـ يعني من الـ يعني الشباب والمتابعين انه يكون عندهم وعي عالي وفلتر عالي في المجال، بحيث انه ما يقبلون اي شيء، يكونوا حصن للمجتمع. نعم. سمو الأمير، هناك أيضا أعتقد مادة إعلامية أدخلت إلى المناهج التعليمية توعي الشباب والطلاب على مسؤولية يعني في التعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن هذه كمان ناحية إيجابية في المملكة إنها اعتمدت. لديكم أيضا اهتمامات في مجال الإعلام عبر صحيفة برق الإلكترونية، ما هي الرسالة الإعلامية التي رغبتم في توجيهها عبر الاهتمام بمجال الإعلام؟ رأيه بداية يعني بداية تأسيس أصلا فكرة الصحيفة الإلكترونية كانت على أساس أنه ما هو الكم المحتوى لا الكم، فكان هدفنا صراحة من الأساس أنه نبتعد عن الإثارة حيث أنه نوصل حتى لو أثرت علينا، يعني أتكلم اقتصاديا نبتعد عنها بحيث أنه نوصل المعلومات المفيدة فقط، المعلومات القيمة. وهذا البداية الحمد لله قمنا عليها وإن شاء الله ماشيين عليها. طبعا إحنا في فترة إعادة هيكلة وتنظيم الحين، لكن في الفترة القادمة إن شاء الله نرجع للمجال الإعلامي بشكل قوي إن شاء الله. نتمنى لكم، نتمنى تواجدك معنا كمان. شكرا لك، نتمنى لكم التوفيق. شكرا شكرا. سمو الأمير، قبل أن أختم معك، السعودية واجهت تحديات كبيرة اجتماعية، ثقافية، اقتصادية، سياسية، كيف ينظر إلى عهد الملك سلمان اليوم في تخطي هذه التحديات؟ طبعا مثل ما قلت يعني لا شك أنه إحنا في الفترة الأخيرة نمر بتحديات غير مسبوقة على مستوى العالم، وبالذات على مستوى منطقتنا وعلى مستوى المملكة العربية السعودية. لا شك أن هناك يعني حكمة في التعامل مع الأحداث المتسارعة رغم كثرتها وكثرة الجبهات المواجهة فيه. فيعني طبعاً لا، ثقتنا الحمد لله لم تتغير رغم الظروف الخارجية الموجودة، لكن النتائج تؤدي إلى ترسيخ هذه الثقة. والحمد لله مثل ما أنت شايفة يعني الأحداث الأخيرة يمكن تبين كمان النتائج، إنه يعني المواضيع حتى خارجيا بدأت تتحسن من ناحية، سواء من ناحية إن شاء الله انحصار الوباء، من ناحية اختلاف الوضع الاقتصادي، من ناحية اختلاف الوضع السياسي حتى في المنطقة وغيرها للأفضل. نعم. سمو الأمير، في الختام ماذا تقول للمواطن السعودي؟ ما هي رسالتك للشباب السعودي من خلال شاشتنا؟ طبعا بأخذها على جانبين إن كان تسمحي لي، بتكلم عن الجانب التطوعي بتكلم عن الجانب العام. طبعا الجانب التطوعي يعني احب اني احث الجميع بالذات الجيل الشاب اللي هو الغالبية، الفتره الموجوده حاليا فتره طفره
في الدعم الحكومي وفي الوعي، يعني فترة خصبة صراحة وفترة لا يعني قد لا تتكرر هالشكل، فيفترض استغلالها، لأنه لا الجهات التدريبية متاحة ومدعومة، الجهات الخيرية متاحة ومدعومة، جهات التطوع يبحثون عن الأشخاص المتطوعين، ولكن يجب على أي شخص يسعى لأن يتطوع أو يحب هذا المجال أن يذهب للجهات الصحيحة وعن طريق طبعا الجهات المرخصة لكي لا يذهب جهده سدى. هذا من ناحية المجال التطوعي. طبعا أدعو صراحة كل من لم يجرب هذا المجال بقول الذهاب إليه، لأنه صراحة غير خلينا نقول الجانب التحفيز الآخر، تطبيق وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي لإلزامية الساعات التطوعية في الدراسة، يعني غير التحفيز هذا يوجد التحفيز المعنوي صراحة، اللي الإنجاز اللي ما يعادل إنجاز إذا أنت قمت به في هالمجال. هذا من ناحية المجال التطوعي. أما من ناحية المجال العام، أنا أتكلم كمواطن سعودي، يجب أن يعي المواطن السعودي أن نحن مسؤولية سواء رضا يعني أقتنع فيها أو لا. أنت يعني محط نظر لجهات كثيرة، إما بالرضا أو بالسخط، يعني موقعك الجغرافي الاستراتيجي، ثقلك العربي الإسلامي الدولي يحملك مسؤولية ما هي سهلة، حتى لو ما كانت يعني ما كنت أنت خلني أقول لك يد فيها. يعني المسؤولية عليك كبيرة، وأنك تظهر مكانة بلدك وطنك ومجتمعك بشكل أفضل، لأنه صراحة لدينا وعي عالي أتمنى أنه يظهر للخارج في المجال. وطبعا يعني أرجع وأشجع على الانخراط في المجال التطوعي والخير. صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، أنا أشكرك، نورتنا في هذه الحلقة، شكرا لوجودك معنا مرة أخرى. شكرا.